محظوظ اليوم أنك يعني جئت في الوقت الذي تعود فيه الأسواق للانطلاق. العمة يلن وكأنها تسرق من تصرف أوبك، هذه المرة تصرفهم الأخير. لن يكون كما كان سابقا تدليل من الحكومات ومن المنظمات، كل ما هوت الأسواق ولا تراجع سعر النفط ولا تأخرت عندك العوامل المحفزة أن يتدخل ذو الشأن العظيم، تترك الأسواق أو تترك إلى طبيعتها والتوازن. هل هذا باعتقادك ما ترسم له يلن في المرحلة القادمة؟ بالتأكيد، يعني كان يوم أمس يوم مهم جدا. ليلة أمس كانت ليلة صعبة على البعض بما يتعلق بقرار الفيدرال الأمريكي، حيث كان نوع من المفاجأة ليس بتثبيت أسعار الفائدة، هذا كان متوقع، إنما التطلعات إلى خطاب جانيت يلين الذي تلا إعلان أسعار الفائدة بنصف ساعة، إلى ماذا سوف نستشف من هذا الخطاب. وفعلا قامت جانيت يلين بتفجير مفاجأة أن الاقتصاد الأمريكي والفيدرالي الأمريكي واثق بقوة الاقتصاد بالتعافي الاقتصادي في الآونة الأخيرة، ويتطلع إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في فترة قريبة. ولكن تعليق وحيد، أنه رفع أسعار الفائدة صعب جدا أنه يكون مثل ما التفاؤل هذا الكبير، أنه خلال اجتماعين ومن ثم تقوم جانيت يلن برفع أسعار الفائدة. أتوقع إلى ما بعد منتصف العام القادم، لأنه تراجعات أسعار النفط سوف تفرض بشكل أو بآخر ضغط على مستويات التضخم، لأنه نحن إذا طلعنا عمليات التيسير الكمي كلياتها وما قدرت ترفع مستويات التضخم. سبع سنوات منها يعني تماما مستويات التضخم ما ارتفعت بشكل إيجابي، فما بالك بانخفاضات أسعار النفط وتوجه نحو رفع أسعار فائدة، مستويات التضخم سوف تتحقق. بالتالي من المتوقع أن يكون هناك إبقاء، صحيح كان اللهجة إيجابية في خطاب جانيت يلين، ولكن هم لجنة تجتمع كل شهر وترى يعني آثار الاقتصاد أو آثار التغيرات الاقتصادية. دعنا نتابع وول ستريت كيف أغلقت. أيضا وول ستريت تنفست الصعداء وإن كانت الأقل تراجعا في خضم التراجعات الأخيرة التي جاءت بثقل وزخم أكبر الحقيقة على الأسواق الخليجية. داو جونز عاد لارتفاع ل 17356، يحتاج إلى 700 نقطة قبل أن يعود للامس 18000 التي قارب بفارق 5 نقاط فقط قبل أن تعود الأسواق الارتجاع إلى التراجع. لدينا حتى الـ S&P 500 عاد ليرتفع ب 2% ويحتاج أيضا إلى قرابة 70 نقطة، أو دعونا نقول أقل الحقيقة، يحتاج إلى 55 نقطة لعود إلى 2075 اللي هي أعلى شيء تقريبا وصل في الفترة الأخيرة. الدولار الأمريكي كيف يتصرف اليوم وكيف يؤثر على أزواج العملات؟ تحديدا الدولار ربما اللاعب الرئيسي في الدولار واليورو اليوم هو كيف يتصرف الروبل في دولة اقتصادها بدأ يعاني من حدة الحصار الاقتصادي الذي تفرض الولايات المتحدة وحليفاتها. اليورو مقابل الدولار على الدولار 22 في عنا الحقيقة فارق كبير جدا. أكتفي بهذا القدر، لكن نذهب مباشرة إلى الروبل كيف يتصرف تحديدا بعد تدخل بوتين، وكنا نعتقد أنه سيكون هنالك فرصة للبيع أو الخروج من الروبل لصالح اليورو والدولار، لكن يبدو أنه بوتين كان قد قام بتقنين الدخول على العملات الأجنبية والحد من ذلك. لا ندري كيف ضبط الأمور، لذلك كان هنالك شراء قوي على البيتكوين في الأمس في موسكو. أعود من جديد إلى ضيفي السيد رائد، هل تعتقد أنه خطاب يلن عاد أو أعاد للدولار مسيرته الصاعدة حتى نقوم بسماع بيان ثاني منها؟ طبعا لا شك أنه كان في عندنا أداء إيجابي وقوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات يوم أمس، لكن بالنسبة لقوة الدولار الأمريكي أمام معظم، بالنسبة مثلا للزوج يورو دولار أمريكي لم يصل إلى المستويات المستهدفة وهي 22.90، وبالتالي هذا لا يعتبر الزخم القوي جدا للدولار الأمريكي أنه يحقق الأهداف. من المتوقع أنه يكون عندنا ارتفاع تدريجي في الفترات القادمة، طبعا يعني لا يوجد أي مشكلة في تصحيحات على تراجعات في الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم، طبعا بعد الارتفاعات القوية في يوم أمس ومن ثم عودة تدريجية للارتفاع. ولكن الانتباه إلى، يعني أشرت إلى الـ S&P وإلى الداو جونز، يرجى الانتباه إلى هذه المستويات. مستويات نحن نقترب جدا من مستويات عليا على هذا على هذه المؤشرات. طبعا بمثال صغير، الداو جونز مؤلف من 30 شركة، عندنا أكثر من 23 شركة تبتعد بقيمتها الحقيقية عن القيمة الإسمية بشكل كبير، أي أوفر فاليود أو مقيمة بأكثر من قيمتها، وبالتالي إمكانية الرجوع واردة جدا في هذه في هذا المؤشر. نعم، أرجو أن تبقى معنا سيد رائد، نعود بعد قليل هذه المرة والحديث أكثر هذه المرة حول بعد أن عاودت الأسواق إلى الارتفاعات
كيف سنعود إلى طبيعتنا وترجمة آخر البيانات الاقتصادية. من جديد إلى ضيفنا في استوديو البرنامج سيد رائد الخضر، حديثنا اليوم عن السياسات الإصلاح، دعنا نقول المصرفي. إذا كانت سويسرا لم تقم بذلك فمن عليها أن يقوم؟ هل تعتقد أنه يعود من أكثر من مرة ليعدل سعر الصرف، هذا صحي أم لا في الوقت الذي تحاول في يلن الاقتصاد ربما أثر أكثر على العالم أن تترك الأمور إلى توازن طبيعي أكثر من أن يكون تدخل المصرف؟ بالتأكيد يعني المصرف المركزي هو أداة ناظمة للاقتصاد إجمالا، يتيح المجال لمستويات العرض والطلب لتتحقق في الأسواق دون تدخلات مباشرة، ولكن التدخل مطلوب عندما تشذ الأمور عن الطبيعة وتتجه نحو يعني ضعف اقتصادي أو توجه نحو ركود أو يعني أزمات اقتصادية بتدخل البنك المركزي. الأفضل هو يعني لاحظنا يعني تكررت الكلمة عدة مرات في خطاب جانيت يلين، التوجه نحو الأمور الطبيعية أو التحرك الطبيعي، أن تكون السياسات ليست سياسات هجينة أو جديدة، نعم، بقدر ما أنه هي مراقبة ومتابعة للاقتصاد. يعني التدخلات التي تدخل بها البنك المركزي من خلال برامج تيسير كمية تعتبر أساليب غير تقليدية يلجأ إليها البنك المركزي في حال فشلت الوسائل التقليدية مثل التحكم بأسعار الفائدة. وبالتالي الآن العودة إلى الأمور الطبيعية بشكل أكبر كان هذا الأمر هو الأكثر ترديدا على لسان جانيت يلين، وهذا يعطي طمأنينة للاقتصاد الأمريكي أنه فعلا هو في مرحلة تعافي اقتصادي وأن الأداء الاقتصادي الإيجابي سوف يتحسن. ولكن في جزئية صغيرة رولا، اللي هي أنه نعم، الأداء الاقتصاد الأمريكي في آخر شهرين تقريبا لم يكن بذلك الجودة باستثناء تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي، فعلا هو فعلا اللي عولت عليه كثير، ولكن تحتاج مستويات التضخم وغيرها من البيانات أن تدفع ربما يلين وغيرها لأخذ هذا الإجراء. دعنا نراقب النفط اليوم كيف يتصرف الذي تسبب في التراجع الأخير، هل عودة الدولار إلى الارتفاع أيضا ستؤدي إلى تراجع النفط أو انهزامه أيضا للمراكز أخرى؟ دعونا نلقي نظرة، كان عندنا بالأمس نوع من تحسين المراكز على النفط ولكن كان بمعدل محدود الحقيقة، ليعود الخفيف الأمريكي يتراجع لكن بمعدل أقل من ارتفاعه بالأمس. حاليا الخفيف يتداول على تسليمات يناير على $56.37 للبرميل. ماذا عن برنت؟ يهمنا أكثر، تفصلنا عن التسويات النهائي اليوم 18 من ديسمبر وندخل في عطلة الكريسماس أو العيد الميلاد المجيد، ولكن قبل ذلك على 23 ستكون آخر جلسة للتسويات. نتابع برنت لو سمحتم، نشوف برنت كيف يتصرف اليوم. إذا برنت $61.22 مختلف، مع أنه عقود الآجلة عندنا تبدأ تأخذ مسار مختلف، على الأقل العقود الفورية وشهر وشهرين وضعها أفضل. ما تفسيرك سيد رائد لما يحدث خاصة مع ربطنا بتحرك الفيدرالي وعلى إثره الدولار كيف يتحرك باستقرار أكثر وتوازن اليوم؟ بالتأكيد كان عندنا في نوع من العودة والتصحيح في أسعار النفط خلال التعاملات يوم أمس وقبل إعلانات أسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي، كان في عندي هذه العودة في أسعار النفط للارتفاع مجددا أو الابتعاد عن القاع التي وصلت إليه سابقا. يعني درسنا أنه مستويات 60 بالنسبة لمزيج برنت تعتبر هي مستويات قوية جدا وتعتبر قاعدة وفق النظرة التحليلية الفنية وأيضا أساسيا، ومن المتوقع أن يكون الارتداد منها أو الهبوط بشكل كبير دون هذه المستويات، وبعض الدراسات وصلت لما دون مستويات 51 صعب جدا. بربطه مع الفيدرال الأمريكي، فعلا قوة الدولار الأمريكي قد تسبب بعض الضعف في أسعار النفط، ولكن نرجع بنقول أسعار النفط المنخفضة هي الضرر الأكبر عليها كان الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مع تحسن الوضع في الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يكون في عندي طلب أفضل في على أسعار النفط. أعود من جديد إلى ضيف السيد رائد الخضر، هل تعتقد أن بوتين فعلا الذي تم اختياره رجل العام هو فعلا رجل العام؟ لماذا تدعم روسيا بهذا الشكل؟ هل سياسته الاقتصادية قوية؟ اقتصاديا يعني بالرغم من المآسي التي تعيشها روسيا اقتصاديا فعلا
ينجح إلى حد ما بتحقيق نجاحات تعتبر في ظل هذه الظروف هي نجاحات جدا عظيمة وقوية. يعني نتحدث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة، نتحدث عن تراجعات أسعار النفط، نتحدث عن تراجع الطلب العالمي إجمالا، وبالتالي تراجع العلاقات التجارية الروسية مع دول المحيط والأزمة الأوكرانية اللي كانت موجودة. جميع هذه الضغوط يعني كفيلة بأن تسحق أي عملة، سواء كانت، ونحن عم نتحدث عن اقتصاد الروسي الذي يعتبر ليس في مصاف الاقتصادات العظمى بعد الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية طبعا. بالتالي التصرفات اللي عم نشوفها نحن من المركز الروسي يوم أمس هي تصرفات جريئة وقوية برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل الحاد، أيضا اللجوء إلى بعض الأساليب خلينا نقول الدولية، يعني من قبل الدولة نفسها والحكومة تتحكم بشكل مباشر بالصرف، صرف العملات الأجنبية داخل روسيا بهدف يعني دعم الروبل وتعزيز القوة فيه. لكن روسيا يعني دولة كبيرة جدا، كيف يستطيع بوتين أو من هم تحته من المصارف أن يتحكموا بزمام الأمور عندما يتم إعلان في يوم أو يومين، ربما كانوا تصدوا سابقا لهذا الموضوع، يحجمون الدخول على العملات الصعبة الأخرى مثلا مثل الدولار أو اليورو مقابل الروبل؟ كيف يمنع الروس من أنهم الحقيقة يسحبوا كل ما لديهم من ودائع بالروبل الروسي، يشتروا عقار، يشتروا سيارات، أي شيء، ولا يبقى الروبل متراجع في البنوك وتتراجع قيمته، كيف يسيطرون على الوضع؟ أعتقد يعني أكيد إضافة إلى الرقابة الاقتصادية الممارسة من قبل المصارف المركزي، المصرف المركزي وأيضا اللجان الرقابية، هناك نوع من التدخل الحكومي والتدخل المباشر على هذا الأمر لفرض السيطرة اقتصاديا. الآن هي محنة اقتصادية حقيقية داخل روسيا تحتاج يعني قانون طوارئ لتحقيق المطلوب داخل الاقتصاد الروسي. أعتقد يحتاج إلى مثل هذه الخطوات وأن يكون متابع لموضوع الروبل داخل هذا ومنع الصرف الأجنبي داخل روسيا، وذلك لدعم الروبل. يعني نحن إذا تحدثنا عن أنه إذا دخل بهالمراحل هي اليورو أو الدولار الأمريكي إلى داخل روسيا سوف يتفشى وسوف لن يتعامل أحد بالروبل الروسي أبدا في ظل التخوفات الاقتصادية. ولكن هذه القبضة الحديدية التي تحدثنا عنها، يعني روسيا معروف عنها بالقبضة الحديدية سواء كانت سياسيا أو كانت اقتصاديا. اقتصاديا الآن يبرزها بوتين على شعبه من خلال التحكم بالروبل، ولكن الهدف هو هدف سامي للشعب الروسي وللاقتصاد الروسي لتحقيق نوع من الحفاظ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه أكثر من التراجع. ولكن يعتبر تصرف اقتصادي قوي ويعني محاولة جاهدة وحقيقية للحفاظ على ماء وجه الروبل.